بتضاع وحب، نبحث معاً بقلوب صادقة في الأساس الراسخ الذي يجمعنا بالروح في المسيح لمجد الله الآب في كنيسته الواحدة. لا بمشاعر الود وحدها ولا بالنوايا الحسنة، فهما لا يكفيان حتماً للوقوف معاً ضد الموت. ودفعاً للشكاية على إخواتنا في الجسد الواحد ما لم يقترنا بالتعليم الصحيح، هذا الذي لا نأخذه عن شخص بعينه مهما كانت مواهبه، ولا من مؤسسة بمفردها مهما قدمت من منجزات أكاديمية. أيضاً الخبرة الروحية الفردية بكل ما فيها من صدق وعمق لا تكفي أن تكون مشتركاً يجمعنا لنقف ونتحرك معاً لتمجيد الرب معاً في كنيسته وسط العالم، لنحني رؤوسنا بوداعة، لننظر في التعليم المسلم مرة للقديسين، والكتاب مفتوح لنقرأه بعين الكنيسة الواحدة وقلبها الحي النابض، فهي عمود الحق وقاعدته، مميزين بين الحرف الذي يقتل والروح المحيي، وبين التعليم الصحيح بعد أن عرفنا ممن تسلمناه، وبين ما ينبغي لنا أن نضيء سراج مراجعات بالروح القدس لنفحصه معا حتى نستطيع أن ننير به للداخل، متحدين عليه بإجماع حق يليق بالإله الحق، له المجد وحده في كنيسته إلى أبد الدهور. آمين.